بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والله يعطيكم العافية. اليوم رح ناخد Lecture 2 من Chapter 2 Lead Modification Drug Design and Development. في هذا الشابتر رح نغطي 6 Types of Lead Modification. هما Types of Lead Modification أكثر من 6، بس إحنا رح نغطي منهم 6. المرة الماضية أو في اللكتشر الأولى، غطينا أول تايب من lead modification اللي هو cut away pieces of lead. After cutting away pieces of lead you do synthesis. بعد synthesis you measure the effect on potency، وبتشوف إذا البوتنسي زادت أو قلت أو ضلت زي ما هي. البروتوكول الثاني أو النوع الثاني من lead modification رح يكون functional group modification، الثالث رح يكون SAR، الرابع homologation، الخامس chain branching، أما السادس ring chain transformations. هذا السلايد بلخص المحاضرة الماضية. معلش خلينا ناخد هيك يعني مراجعة بسيطة ومختصر مفيد عن المحاضرة الماضية علشان من خلالها نكمل بقية بروتوكولات الليد موديفيكيشن. بالمحاضرة الماضية ذكرنا وقلنا إنه الليد ستراكتشر يتكون من 3 أنواع من الفانكشنال جروبس. فانكشنال جروبس اسمها فارماكوفوريك جروب، وفانكشنال جروبس اسمها اوكسوفوريك هاندلنج جروب، وفانكشنال جروبس اسمها اوكسوفوريك دانجلنج جروبس. الفارماكوفوريك جروبس هي تلك الجروبس التي تعمل انتر اكشنز وبايندنج مع الريسبتور، اذا هي تلك الجروب المسؤوله عن الاكتيفيتي والبوتنسي للدراج من الناحيه الفارماكوديناميكيه. أما الأوكسوفوريك هندرينج جروب هي تلك الجروبس التي تعيق البايندينجز والتي تتدخل في البايندينج بين الدرج والريسبتر، وهذه الجروبس علاجها إنه الديزاينر يشيلها يعملها إكسايسينج. أما النوع الثالث من الفانكشنال جروبس هو أوكسوفوريك دانجلينج جروبس، هي تلك الجروبس التي لا تتدخل في البايندينج بين الدرج والريسبتر، لا بتعيق البايندينج ولا بتزيد البايندينج، لا بتعيق البايندينج بين الدرج والريسبتر ولا بتعمل بايندينج مع الريسبتر، هي جروبس في حالها ما إلها علاقة بإشي. دانجلينج حكينا المرة الماضية إنها تتدلى في الفراغ مثل الثريا. طيب في القرن الماضي كان على أيامهم الديزاين كلاسيكالي وليس كمبيوتيشنال، يعني قبل حوالي 80 أو 70 سنة ما كان في عندهم أبروتش الكمبيوتر ايديد دراج ديزاين. ما كان الكمبيوتر ايديد دراج ديزاين هو الأبروتش الأساسي الآن في الألفية الثالثة، لكن في القرن الماضي ما كان هذا الأبروتش موجود. فسألوا حالهم سؤال، إذا كان عندنا lead structure كيف نصنف الفانكشنال جروبس إله؟ كيف نعرف الفانكشنال جروبس فيما لو كانت فارماكوفوريك جروب أو أوكسوفوريك هندرينج جروبس أو أوكسوفوريك دانجلينج جروبس؟ فابتكروا طريقة أو approach سموها cut away pieces of the lead، وقالوا هذا lead structure خلينا نقصقص ونشيل functional group functional group منه ونشوف تأثير إزالة الجروب على الاكتيفيتي والبوتنسي للموديفايد ليد. هلا الليد لما نشيله منه جروب أو جروبس ببطل ليد، بيصير اسمه موديفايد ليد أو اوبتمايزد ليد. هذا الاوبتمايزد ليد بيعملوا له سينثيسز، بعدين بقيسوا البوتنسي والاكتيفيتي له عن طريق بايو اسي في إن فيترو إن فيفو
وبيشوفوا النتيجة. فإذا كانت الجروب التي تمت إزالتها هي فارماكوفوريك جروب، إذن تأثيرها على البوتنسي والأكتيفيتي للدرج هي decreasing. الذي يحدث هو decreasing of potency and activity من الناحية الديناميكية. أما إذا كانت الجروب التي تمت إزالتها هي oxophoric hindering group، إذن التأثير رح يكون increasing potency and activity of the drug من الناحية الفارماكوديناميكية. أما إذا كانت الجروب التي تمت إزالتها oxophoric dangling group، إذن التأثير رح يكون same potency and activity من الناحية الديناميكية. هذه القاعدة العامة اسمها general rule of cutaway pieces of the lead. يا ريت نحفظ هذه الرول منيح وكويس، وتوقعوا انه نجيب عليها مسائل ونعطيكم homework في الأيام القادمة على صفحة المادة الإلكترونية. نيجي للنوع الثاني من lead modification، وهو functional group modification. ليش الديزاينر بيعمل functional group modification؟ السبب هو زيادة الأكتيفيتي أو زيادة البوتنسي أو زيادة السلكتيفيتي للليد، أو ثلاثتهم مع بعض حسب المثال التالي. هذا المثال كاربوتاميد وتولبوتاميد، أخذتوهم هدول الدوايين بميديسينال 3. انتوا بتعرفوا انه القصة بتبدأ بديزاين and synthesis of sulfa drug carbutamide. هو عبارة عن drug antibacterial drug. carbutamide هو عبارة عن سلفا drug ونزل السوق كantibacterial agent. لاحظوا انه عنده side effect قوي، هو انتي دايابيتك افكت. فيعني فكروا انهم يستفيدوا منه كدواء سكري خاصة type 2 diabetic disease type 2، فما فكروا انهم يستفيدوا منه كدواء سكري. لكن السؤال اللي بيطرح نفسه، هل مريض السكري يجوز انه ياخذ كاربوتاميد لاشهر طويلة وسنوات عديدة؟ الجواب لا، لأنه كاربوتاميد عنده أنتي بكتيريال أكتيفيتي، وهذه الأنتي بكتيريال أكتيفيتي ممكن تأثر على جسم المريض وتخلق له ريزيستنس لأنواع عديدة من البكتيريا. وبالتالي هم شو فكروا؟ مسكوا الفانكشنال جروب أمينو فانكشنال جروب أو أنالين فانكشنال جروب. الأمينو فانكشنال جروب هذه هي المسؤولة عن الأنتي بكتيريال أكتيفيتي للكاربوتاميد، إزالتها وتغييرها وتبديلها يلغي الأنتي بكتيريال أكتيفيتي للكاربوتاميد. وهذا اللي عملوه، حذفوا أو شالوا الـ NH2 وحطوا بدالها CH3 اللي هي الفانكشنال جروب تولوين. إذا غيروا الأنالين فانكشنال جروب وبدلوها بإيش؟ بتولوين، أو بالأخص بدلوا الأمينو جروب وحطوا بدالها مثل جروب، فحصلوا تولبيوتاميد. تولبيوتاميد هو الأوبتمايزد كاربوتاميد أو موديفايد كاربوتاميد. التولبيوتاميد طبعاً هو عبارة عن أول درج بالفيرست جينيريشن أوف سلفونيليوريا درجز. كان هو أول درج، أول دواء نزل السوق اللي فتح باب الفيرست جينيريشن للسلفونيليوريا درج. أما الكاربوتاميد فانسحب من السوق في القرن الماضي لأنهم وجدوا له كمان سايد إفكت قوية بسبب توكسيسيتي ل
البون مارو فانسحب من السوق، بينما تولبيوتاميد بقي في السوق لحد الآن بنباع كهايبوغليسيميك ايجنت او هايبوغليسيميك دراج. طيب ايش الفايدة اللي حصلوها من الفانكشنال جروب موديفيكيشن؟ الفايدة اللي حصلوها انهم زادوا السيلكتيفيتي للكاربوتاميد. الكاربوتاميد اصلا نان سيلكتيف لانه بيروح على تو تارجتس في الجسم. لما عملوا هذا الموديفيكيشن او فانكشنال جروب حصلوا تولبيوتاميد. تولبيوتاميد از سيلكتيف دراج لانه بيروح على تارجت واحد في الجسم. اذا فانكشنال جروب موديفيكيشن هنا في هذه الحالة زادت السيلكتيفيتي مع بقاء الاكتيفيتي كما هي. نيجي للمثال الثاني عن الفانكشنال جروب موديفيكيشن. هم دوايين اخذتوهم بميديسينال 1، كلوروثيازايد ودايازوكسايد، كلاهما انتي هايبرتنسيف دراجز، لكن كلوروثيازايد هو نون سيلكتيف انتي هايبرتنسيف دراج، بينما دايازوكسايد از سيلكتيف انتي هايبرتنسيف دراج. ايش السبب؟ السبب انه كلوروثيازايد هاز ا فيري سترونج دايريتيك افكت. وما هي المجموعه المسؤوله عن الدايريتيك افكت في كلوروثيازايد؟ هي السلفوناميد، وجودها هو الذي يسبب الدايريتيك افكت للكلوروثيازايد بجانب طبعا الاكتيفيتي الاساسيه له اللي هي انتي هايبرتنسيف افكت. السؤال اللي بيطرح نفسه، مريض الضغط اللي ما عنده إديمة هل يجوز انه ياخذ كلوروثيازايد؟ الجواب لا. كلوروثيازايد بيكتبه دكتور القلب لا مريض الضغط اللي عنده إديمة، يعني اللي عنده سوائل زايدة متراكمة في أطرافه، فبيعطيه الكلوروثيازايد، بضرب بذلك عصفورين بحجر. الدواء كلوروثيازايد له تأثيرين لأنه نون سيلكتيف. التأثير الأساسي أنتي هايبرتنسيف بقلل ضغطه، والتأثير الثاني دايريتيك افكت بخلصه من السوائل الزائدة في الجسم. لكن إذا كان مريض الضغط ما بيعاني من إديمة ولا عنده سوائل متراكمة تحت الجلد عند أطرافه، هل يجوز أن يأخذ كلوروثيازايد؟ الجواب لا. إذن التعديل اللي عملوه شالوا سلفوناميد جروب وهي المسبب الأساسي زي ما حكينا للدايريتيك افكت، أزالوها وشالوا SO2 NH2 واستبدلوها بكلورو جروب، وبذلك هذا التعديل محى وألغى الدايريتيك افكت من كلورو ثيازايد وحصلوا ديازوكسايد دراج. ديازوكسايد دراج هو عبارة عن الأوبتمايزد والموديفايد ليد موديفايد كلورو ثيازايد. ديازوكسايد الآن أصبح سيلكتيف دراج، هو عبارة عن سيلكتيف دراج لأنه بيروح على تارجت واحد في الجسم وإله تأثير واحد في الجسم اللي هو التأثير العلاجي أنتي هايبرتنسيف ايجنت. كما نرى أعزائنا الطلبة أن فانكشنال جروب موديفيكيشن من أهم فوائدها إما زيادة السيلكتيفيتي أو زيادة البوتنسي أو زيادة الأكتيفيتي أو ثلاثتهم مع بعض. نيجي للنوع الثالث من الليد موديفيكيشن وهو Structural Activity Relationship SARS. السارز، قبل ما أبدأ بالأمثلة حابة أحكي لكم من خلال هذا السلايد إنه السار قسمت الأدوية اللي بتنباع بالسوق من ناحية الستركتشرز تبعتها، يعني Structurally قسمتها لنوعين. النوع الأول سمته Structurally Specific Drugs، ومعظم الدرجز اللي بتنباع بالماركت تابعة للنوع الأول. أما النوع الثاني فهو structurally non-specific drugs.
النوع الأول يتسم بالصفات التالية، إنه كلياتهم كل الاستركتشرلي سبيسيفيك دراجز they have specific sites، يعني بيروحوا على specific sites في الجسم receptor or enzyme وبيشتغلوا عليه. أيضا سمة أخرى من سمات هذه الأدوية إنه الأكتيفيتي والبوتنسي إنهم بتتغير عند أقل تغير بالستركتشر، فبمجرد ما يتغير أي شيء في الستركتشر تبعهم تباعا لهذا التغير بتغير الأكتيفيتي والبوتنسي. أما الستركتشرالي نون سبيسيفيك دراجز، هي دراجز مش معروف لها تارجت ولا معروف لها سايت أوف أكشن تشتغل عليه، يعني مش معروف لها صاحب. وأيضا تتسم بأنه they have low potency. وسمة ثالثة ملفتة للنظر إنه they have varied structures. varied structures يعني ما في تطابق بينهم، ما في أي similarities بينهم. they have varied structures لكنهم بيشتغلوا نفس الشغل. they have similar activities. مثال على يعني شو بنفهم من هذا البند الثالث؟ بنفهم إنه they don't have specific SAR. they don't have يعني they have varied structures، الاستركتشراتهم مختلفة والفانكشنال جروبس مختلفة وما في أي similarities بينهم، ورغم ذلك بيشتغلوا نفس الشغل. they have the same activities. مثال على هذه الفئة القليلة من الدراجز اللي هم الجازيس أنستيتكس سيداتيفز and antiseptics.